رجولة الرجل ليست بشدته على زوجته وأهل بيته، إذا نظر الرجل إلى زوجته نظر الله إليهما نظرة رحمة. طيب والرجال هذا تهور وراح مسلم عليها، تهور ومد إيده سلم عليها، فإن هو صافحها تحاتت ذنوبهما من بين أصابعهما كما تتحات أوراق الشجر. شوف الشجرة بالخريف كيف ورقها بينزل، ذنوبك بتنزل، كل ذنوبك بتنزل يا الله. هذا ليش؟ عشان الدين بيقول لك كالتالي، طريقك للجنة، واحد من طرقك للجنة زوجتك، فجعلها طريقا للجنة.